السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا وقبل كل شيء شكرا لمنتدى الشرق وشكرا أيضا بالخصوص للشعب التركي العظيم ولحكومته وللرئيس أردوغان لأن جعلوا بالنسبة لنا نحن العرب هذا البلد يعني بلد ملتقى ونحن يعني ندين كعرب للشعب التركي العظيم باستقباله أكثر من 2 مليون لاجئ عربي سوري. وأستطيع أن أقول أن يعني إحنا عايشنا محاولة الانقلاب وكأن هذا الانقلاب موجه ضدنا كشعوب وانتصار الشعب التركي على هذا الانقلاب كان بمثابة انتصار لنا جميعا. لا أستطيع أن أتحدث في هذا المكان دون أن أتذكر أن على بعد 1000 كيلومتر هناك مدينة تحترق اسمها حلب وهذه المدينة يعني اليوم ترزح تحت عملية إبادة لا يمكن السكوت عنها. وأتذكر في 2006 أننا كنا جمع من الحقوقيين ذهبنا إلى مركز المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وقدمنا آنذاك شكوى ضد شارون. أعتقد أنه آن الأوان لكل القوى الحقوقية في العالم أن تتوجه مرة أخرى إلى لاهاي لكي تقدم شكوى بمجرم الحرب المسمى بشار الأسد. للأسف الشديد الآلام التي يعيشها شعبنا في حلب وفي تعز وفي في 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 ليبيا وفي العراق وفي كل هذه الآلام للأسف الشديد ما زالت في بدايتها. نحن ليس لنا أدنى وهم أن دخلنا في مسلسل فظيع سيؤدي إلى كثير من الآلام. وأنا خوفي الكبير هو أن انفجارات العديدة للبركانات العربية ما زالت في بدايتها. هناك كثير من البلدان التي لم تنفجر فيها هذه البراكين ولكنها ستنفجر. وهناك بلدان يعني يخيل أن البراكين هدأت مثل مصر ولكنها ستعود للانفجار من جديد وبقوة أكبر. هذا يعني أننا دخلنا في مسلسل عنف قد يدوم للأسف الشديد مرة أخرى سنوات وربما عقود. لكن في نفس الوقت رغم كل الألم الذي يعترينا تجاه هذه الوضعية يمكن القول أن هذا الخراب كان عليه أن يقع وسيقع مهما حاولنا. عندما يقولون أنتم ماذا جنيتم من هذا الربيع العربي ينسون أنهم هم الذين دفعوا هذا الربيع العربي إلى أن يقع. وبالتالي فأن هذا الخراب سيتواصل وهذا التدمير سيتواصل ويجب عليه أن يتواصل لأنه يجب هناك جملة من الأشياء التي أوصلتنا إلى هذا الوضع التي يجب أن تدمر. هذه الأشياء التي يجب أن تدمر هي عقليات، هي أيضا مجتمعات لم تقبل بتعدديتها، هي أيضا نظم دكتاتورية فاسدة، هي أيضا منوال تنمية اتضح أنه كان بالأساس في مصلحة بعض الناس ضد أغلبية الشعب، هو أيضا حدود دولية فرضت ومنعت التواصل بين الشعوب تربطها بين بعضها علاقات يعني آتية من أغوار الزمان. هذا كله كان عليه أن يدمر وهذا شيء طبيعي أن يدمر لأنه منع هذه الشعوب من أن تصبح في مستوى طموحاتها ومستوى أحلامها. السؤال هو هل يمكن لهذه القوى التي انطلقت اليوم لتدمر كل هذه الأشياء مجتمعات دول أنظمة عقليات هل هذه القوى بإمكانها أن تخرب كل شيء بحيث لا تترك إلا نوعا من الكيوس يعني من الفوضى المدمرة التي ربما لا يمكن أن نبني عليها أي شيء. وهنا يأتي الأمل من التجارب التاريخية. يعني أنتم إذا نظرتوا إلى تاريخ دولة أو شعب عظيم كالشعب الصيني أو إلى الشعوب الأوروبية، إذا أخذتم مثلا نظرتم إلى تاريخ دولة مثل الصين من 1840 إلى 1940 فماذا سترون؟ سترون حروب، سترون مجاعات، سترون استعمار، سترون يعني انهيار المجتمع إلى آخره. من كان يتصور أن بعد هذا الخراب ستصبح الصين الدولة العظمى التي نراها الآن؟ خذوا أيضا أوروبا من 1914 إلى 1944 أيضا ماذا نرى أيضا
الأزمات الاقتصادية في 1929 نرى الحروب الأولى والثانية، نرى المحتشدات النازية، نرى الخراب. من كان يتصور أن هذه البلدان يمكن أن تصبح وأن تعطينا الاتحاد الأوروبي الموجود الآن برخائه بتقدمه بديمقراطيته؟ هذه الشعوب مرت بهذه المرحلة التي يجب فيها تدمير القديم لبناء الجديد، وبالتالي يمكن أن نراهن على أن الوطن العربي هو نفسه يمر بهذه المرحلة التي يجب فيها أن يدمر كل هذه الأشياء التي أوصلتنا إلى الهاوية، ثم أن نعيد بناء المستقبل الزاهر إن شاء الله. هذا المستقبل موجود الآن، في نفس الوقت الذي قوى الخراب تدمر كل ما يجب تدميره، فأن البدائل بدأت تتضح شيئا فشيئا. هذه البدائل بدأت تتضح عبر تجارب معينة هنا وهناك، هذه البدائل بدأت تتضح حسب تجارب الشعوب الأخرى التي نتعلم منها، هذه البدائل بدأت تتضح في أحلام مثقفين ومفكرين، هذه البدائل بدأت تتبلور شيئا فشيئا. وهذه البدائل معروفة، نحن نعرف ماذا يجب أن نبني عليه، ما هي التوجهات الكبرى التي يجب أن نبني عليها النهضة العربية المتجددة التي ستعيد البناء فوق كل هذا الخراب عندما تنتهي عملية التخريب التي مرة أخرى ستتواصل، الانفجارات ستتواصل، أين خمدت البراكين ستعيد الانفجار إلى أن يتم القضاء على القديم الذي أوصلنا إلى هذه الحالة. هذه البراعم التي براعم الأحلام موجودة، نحن نعلم مثلا أنه يجب أن نبني نظاما ديمقراطيا غير فاسد، لأن النظام الديمقراطي بالفساد كما هو موجود في تونس أو في العراق لا يمكن أن يؤدي إلى أي نتيجة. نظام ديمقراطي غير فاسد، نحن نعلم أنه يجب أن يعاد إشراك الشعب في القرارات، ومن ثم أهمية الحكم المحلي، يجب أن نخرج من الدولة الاستبدادية الفاسدة المهيمنة المسيطرة، هذا النموذج انتهى، الحكم المحلي. ثانيا، نحن نعلم أنه يجب أن الاقتصاد يجب أن يكون تكافلي تضامني مجعول لتنمية الشعب وليس لوضع الأموال في جيب الفاسدين. نحن نعلم أن المجتمعات التي لا تقبل تعدديتها هي مجتمعات تبني العنف، وبالتالي يجب أن نتعلم سواء في العراق أن المجتمع سني شيعي، في المغرب العربي أن مكون عربي أمازيغي، في 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 مصر أنه مسيحي مسلم إلى آخره. إذا لم نقبل هذه التعددية وإذا لم نعتبرها ثراء وليس عائقا فإننا لا نستطيع أن نتقدم. هناك أيضا قضية الاستقطاب الثنائي، يجب نحن الآن نريد النهاية منه، علمانيين إسلاميين، لا نريد هذا الاستقطاب لأنه هو الذي يقودنا أيضا إلى العنف. يجب تغيير العقليات، أن عصر الإيديولوجيات وعصر الناس الذين يملكون وحدهم الحلول السحرية والذين يجعلون هناك شعب وهذا شعب، هذه العقلية يجب أن تنتهي. أهمية أيضا عودة القيم، نحن الآن ما نراه هو إزمة قيم وإزمة أخلاق في مجتمعاتنا، الفساد، المنظومة الفاسدة، المنظومة الدولية، منظومة النظام الفاسد أشاعت في المجتمع فساد أخلاقي كبير، قيمة العمل، قيمة النزاهة، قيمة الصدق، قيمة الإخلاص، كل هذه القيم ضربها الاستبداد، وبالتالي نحن نريد مجتمعا مبني على قيم أخرى. ثم أخيرا وليس آخرا، أن هذه الشعوب، أقصد الشعوب العربية، يجب أن تجد طريقة التعامل مع بعضها البعض، أي إقامة ما أسميه الاتحاد العربي على شاكلة الاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الإفريقي. بين ظفرين أنا ساهمت في ثلاث قمم عربية، وفي الثلاث قمم العربية كنت أطرح هذا الموضوع، وبالطبع كنت أعلم أن سيستمعون ولكنهم لن يفهمون، لأن القاعدة أن الاتحادات لا تكون إلا بين أنظمة ديمقراطية، الدول الاستبدادية لا تتحد بينها أبداً. الشرط الضروري لكي تقام اتحادات، والاتحاد الأوروبي هو المثال، هو وجود أنظمة ديمقراطية. الاتحاد الأوروبي لم يكن يستطيع أن يكون موجوداً لو كان اتحاد بين هتلر وميسوليني وفرانكو، الاتحاد لم يكن موجوداً إلا بوجود هذه الأنظمة الديمقراطية. نحن اليوم الآن في مرحلة بناء هذا الحلم الجديد، المجتمع التعددي، الدولة الديمقراطية الغير فاسدة، الحكم المحلي،
الاتحاد الشعوب العربية الحرة. هذه الأحلام، بذور هذه الأحلام نحن نتحدث فيها اليوم. نحن يعني بدأنا بناية هيكل سميناه المجلس العربي للثورات الديمقراطية مع أخي أيمن نور الموجود، مع أختي توكل كرمال، مع الأخ أحمد طعمة، مع عماد دايمة، مع جملة من الأشخاص من المثقفين والسياسيين العرب. ونحن نفكر الآن في جمع أكبر عدد ممكن من الفاعلين السياسيين والمثقفين العرب لكي نبلور جميعا هذا الحلم، وربما نستطيع أن نتعاون مع أخينا وضاح لكي نبلور هذا الحلم. الشيء الذي أريد أن أقوله لكم أنه في هذه المرحلة التي نشاهد فيها عملية الخراب المتواصلة، فإننا أيضا بصدد التحضير للبناء المستقبل، وهذا البناء المستقبل قد يأخذ سنوات وسنوات، لكن نحن مستعدون لهذا. نحن نكون أجيالا من الشباب لكي تأخذ هذا الحلم. إذن مرة أخرى، رغم هذا يعني الوضع المؤلم الموجود الآن في العالم العربي، فإن يعني كل ما يتحطم الآن هو شيء ضروري لتحطيمه. أنت ما عندما تريد أن تبني عمارة جديدة فيجب أن تحطم. التاريخ والقوى التاريخية بصدد تحطيم كل ما يجب تحطيمه وكل ما هو غير قابل للحياة. في آخر المطاف هذه المرحلة المؤلمة الموجعة كذا هي مرحلة الأولى لإعادة البناء، ونحن متفائلون جدا في وطننا العربي. رغم كل هذه الألام هناك أجيال تأتي بعقليات جديدة، بأحلام جديدة، يعني بمشاريع جديدة، وإن شاء الله سنعايش جميعا يعني هذا البناء. وبالنسبة لنا يعني تركيا، وهنا أعود إلى تركيا، تركيا هي ربما تشكل إلى حد الآن النموذج في الدولة الديمقراطية غير الفاسدة، في الدولة التي تسعى إلى بناء اقتصاد في صالح شعبها وليس في صالح مجموعات مستكرشة، الدولة التي تريد يعني أن الهوية والحداثة يصبحان شيئا واحدا إلى آخره، حيث يمكن القول أن تركيا هي في مقدمة هذا المد العربي الإسلامي الجديد الذي يبني واقعا جديدا سيجعلنا كأمة عربية وكأمة إسلامية تعود إلى صدارة التاريخ. إذن شكرا جزيلا لكم، وموعدنا إن شاء الله مواصلة النضال ومواصلة الأحلام.